get it on. This is Crazy Genius. Well, there was a great atmosphere at the Barry and his supporters did a great job with the music and the singing. They made a lot more noise than the Australians, but at the end of the day, the best team won. It was a good result. Australia deserved to win. I think we had the advantage, we had the rain. We're used to that. These poor Bahraini boys, I bet they've never seen it before. سامان شريده بيقول لك شو كان بيده وما قدم شو اقول لك من لعب اللعيبه هم اللي لعبوا يعني بجهدهم هو ما عنده شيء وما ينفع مدرب حق المنتخب الصراحه يعني ما ينفع انت بتبدل نطلعت شوي ربع ساعه بدل عقب الشوط الثاني 20 دقيقه زياده تبدل اول 15 دقائق طلع لاعب تو داش الشوط الثاني مريح وداش شلون تبدله الفريق هاي اللي ادى في اللعب شوطين لعب لكن ما حالفنا الحظر الكره مو براضيه تدش الجول صراحه طبعا ما عندنا هجوم صريح الناس ما شفته جيسي جون كان في سبات ظهر جبل مطر وقعد بعدين مع التبديلات وانت عندك اصابات فما عندك حل من زمان ما مدعين البطوله احنا من اول ما استلم سلمان شريده خياره المنتخب احنا ودعنا البطوله مدرب فقير تكتيكيا ما عنده مهاره ما عنده تبديلات صحيحه من سنه 2006 لحين منتخبنا ما سجل جول من لعبه جماعيه يا من كره ثابته او من بلنتي مخفي مستوى والله سودوا ويهنا قسم بالله منتخب مو جاهز من بدايه البطوله متوقعين هالشيء مدرب ما يستحق انه يكون في المنتخب مسكتوا بالفرصه امام الهند ورديتوا مره ثانيه اخفقتوا امام استراليا مو احنا كما كنا زينين بس الهند كان فريق ضعيف والله هذا مستوانا يعني احنا ما كنا قدامنا بدلنا شيء بس هذا مستوانا بس خلاص هذه الحدود اللي ممكن توصلون لها المنتخب قاعد يتراجع كل ما له يتراجع سبب ما في اهتمام كان جسر وصول الى الاحتراف منتخب البحرين الضحيه واحنا الضحيه الجمهور هذا احنا من كل مكان الكويت نروح السعوديه نروح الامارات قطر كل مكان نروح والله العظيم طالعين من 5 الفجر والله من 5 الفجر طالعين للحين وني نشوف هالمسخره هذه اللي قاعدين نشوفها ليش ما ادري نكلم من والله ما ادري نكلم من هداف الدوري البحريني والله هداف الدوري البحريني مو مختارينه ما ادري والله ما ادري نكلم من البحرين لعب وكفى ووفى بس شو نسوي الهوى كان ضدنا خسرنا احنا اليوم العراقيين طبقنا شعار انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عم على الغريب احنا يوم كنا مع البحرين وحرامات هو الاسترالي قلت على غلبني ما يقبل يغلب البحرين يعني ضيعوا اهداف كان اليوم البحرين تأهل